السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من كورس الإمبيدد سيستم. إن شاء الله النهاردة هناخد إزاي أستخدم تايمر زيرو أز كاونتر عشان أعمل كاونت للأوتسايد إيفنتس. بمعنى هنشرح النهاردة كيفية استخدام تايمر زيرو كعداد لعد النبضات الخارجية. إحنا قلنا التايمرز عندنا في البيك 16F78A 3 تايمرز، تايمر 0 و2 ده 8 بت، تايمر 1 16 بت. قلنا ان ممكن استخدم التايمر كتايمر او كاونتر، وخدنا في الحلقات اللي قبل كده ازاي استخدمه كتايمر، اما في حلقه النهارده هستخدمه ازاي ككاونتر. معروف تايمر 0 البن اللي بيعد منها الخارجيه عشان استخدمه ككاونتر اسمها A4، دي اسمها تايمر 0 كلوك انبوت، وده الاستخدام الثانوي للبن دي، وهي بن رقم 6 في المايكرو كنترولر بتاعه. اما بن 15 وهي RC0 يتم استخدامها كتايمر واحد كلوك انبوت. ليه بستخدم التايمر ككاونتر؟ ناخد مثال صغير عشان يوضح الفكره قبل ما نبدا. وليكن عندنا موتور وعايز اقيس سرعته، فانا بوصل على الشافت كده حلقه كده محدبه، يعني بتبقى دائريه فيها جزء محدب، بوصل ذراع هنا، هنا النقطه دي نقطه ارتكاز، ومعانا سويتش هنا. في حاله ان القرص ده او الموتور شغال فالقرص ده بيدور بشكل منتظم مفيش مشكله، اول ما تيجي الحدبه هنا فوق او جزء محدب فوق يخبط في دي فيرفع الذراع ده، فالذراع ده هنا ينزل يقفل المسار ده اكنه سويتش، تنزل الحدبه تاني كده ويبتدي يلف، اول ما يوصل للفه كامله ترجع تاني الجزء المحدب يخبط في الجزء ده، وقتها يقفل مين؟ السويتش هنا. كل لفه كامله السويتش ده يفتح ويقفل مرة واحدة. فبالتالي لو انا وصلت هنا تغذية وليكن 5 فولت على النقطة دي، وصلت النقطة دي بمقاومة 10 كيلو للارضي، وخدت النقطة دي على A4 وخليت تايمر زيرو يعد ككاونتر، كل ما السويتش يقفل هيجيله هنا بلس اللي هي 5 فولت تروح داخل على A4، الكاونتر يزيد بمقدار واحد، ده تايمر زيرو. فنروح للبلوك دايجرام بتاع التايمر زيرو والواتش دوج تايم. احنا قلنا ادي تايمر زيرو عباره عن 8 بت بيعد من 0 ل 255، اول ما تجيله عده كمان اوتوماتيك التايمر يبقى بزيرو، وفي فلاج هنا يبقى بواحد، يبقى تايمر زيرو انتربت فلاج يبقى بواحد في حاله الاوفر فلو. الاوفر فلو بتتم في حاله ان التايمر وصل للماكسيمم اللي هو 255، بعدها مباشره يتحول لزيرو، وقتها الفلاج يبقى بواحد. التايمر ده عشان يعد ليه مسارين، يا اما يعد من هنا المسار الاول هو الكريستاله ويبقى شغال كتايمر عشان اعمل بيه ديلي، المسار الثاني وهو يعد من A4 عشان اشغله ككاونتر. فانا هشتغل النهارده على جزء الكاونتر. فاول حاجه الكلوك او السايكل اللي جايه على A4 او سويتش انت بتضغط على A4 فبيولد لي اشاره اللي جايه، فالاشاره دي بتتغير من 0 ل 1 يا اما من 1 ل 0، فوقتها هل انت التايمر عايزه يزيد بمقدار 1 في حاله الرايزنج ايدج ولا الفولينج؟ لو انت عايزه في حاله الفولينج ايدج البت دي تخليها بواحد، لو عايزه في الرايزنج ايدج البت دي تخليها بزيرو، دي معناها الايدج اللي وقتها هتخلي التايمر يزيد بمقدار واحد. في سويتش كمان، السويتش ده بيعمل اختيار بين يعد من الكريستاله ولا يعد من A4، في بت مسؤوله على الكلام ده اسمها تايمر زيرو كلوك سورس انيبل، لو حطيتها بواحد معناها السويتش فوق، معناها تايمر واحد شغال ككاونتر لانها هيعد من A4، لو تايمر زيرو كلوك سورس خليتها بزيرو يعني الواضحه تحت يبقى هيعد من الكريستاله، يبقى تايمر زيرو شغال كتايمر. طبعا انا هشتغل ككاونتر فبالتالي اخلي دي كام؟ واحد، وثبتها في البرنامج، وقتها الاشاره هتيجي هنا او العدد العدات اللي داخل هنا هيجي هنا. في طريقين، الطريق ده هنا مفتوح اما الطريق ده مقفول، ايه اللي بيتحكم في الطريقين؟ في حاجه اسمها BSA بريسكيلر اساينمنت. الاشاره لو هي جايه على السويتش المقفول في الوضع المقفول، يعني انت مخلي البي اس اي وضع زيرو، زيرو يبقى يجي في الوضع المقفول، وقتها الاشاره تتغير بنسبه معينه، النسبه دي اسمها بريسكيلر ريت، اللي بيتحكم في البريسكيلر ريت بي اس 0 بي اس 1 بي اس 2، يعني الاشاره الجايه هتتضرب او تتقسم على قيمه معينه، اللي بيتحكم في الموضوع ده مين؟ البي اس 0 بي اس 1 بي اس 2. الاشاره تعدي تروح هنا تلقى المسار مقفول اللي تروح لتايمر 0، يبقى تايمر 0 مش هيعد مباشره العدات اللي جايه من A4، لا ده هتتضرب في نسبه او تتقسم على نسبه بناء على القوانين اللي هنشوفها بعد شويه. وقتها الواتش توك تايمر هيبقى هنا السويتش ده مقفول يعمل تايم اوت، يعني الواتش دوج تايمر في الحاله دي يعد بنسبه 1 لـ1، يبقى لو انت البي اس اي حاططها على وضع زيرو يعني البري سكيلر هنا هيبقى التايمر زيرو، يعني عدد العدات اللي جايه من A4 هتعدي تروح داخله على البري سكيلر تروح داخله على التايمر، وقتها التايمر يزيد بمقدار 1. وفي نفس التوقيت الواتش دوج تايمر شغال بنسبه 1 لـ1، خلي بالك الكلام ده لو البي اس اي بزيرو. طب لو خليت البي اس اي بواحد كل السويتشات الثلاثه تغير وضعها تبقى لتحت، لان الثلاثه مترابطين او متزامنين مع بي اس اي، لما احطها بواحد بيخلي الثلاثه كلهم لتحت. تعال نشوف كده، الاشاره اللي جايه هنا هتروح تلقى السويتش اللي فوق مفتوح، تعدي على السويتش اليمين اللي تحت تلقاه مقفول، اوتوماتيك تروح للتايمر، يبقى التايمر هيشتغل بنسبه 1 لـ1، يعني اي ضغطه او اي تغير هنا يزود التايمر عندي بمقدار 1. طب الواتش دوج تايمر
هنروح كده، هنلقى في مسار هنا، المسار ده مفتوح، يعدي على المسار اللي فوق، يروح للبريسكيلر، يطلع هنا، يلقى المسار ده مفتوح طبعا، يدخل على المسار ده تايم اوت، يعني الواتش توك تايمر وقتها هيعدي على البريسكيلر وبعدها يعمل تايم اوت. يبقى البي اس اي لو انت حاططها على زيرو يبقى البريسكيلر ده هيبقى متظبط لتايمر زيرو، والواتش توك تايمر هيبقى شغال واحد لواحد. لو خليت البي اس اي بواحد يبقى الواتش توك تايمر هيشتغل بنسبه البريسكيلر، والتايمر زيرو هيعد بنسبه واحد لواحد من السايكل او الكلوك اللي جايه من اي 4. اللي بيتحكم عندي ان اشغل التايمر كتايمر او كاونتر وكمان احدد البريسكيلر هو الاوبشن ريجستر. فاول بت مهمه في الاوبشن ريجستر اسمها تايمر زيرو كلوك سورس سيلكت بت، اللي هي البت رقم 3 من الشمال. لو حطيت واحد يبقى وقتها تايمر زيرو يعد من مين؟ من الاكسترنال بن اللي هي اي 4. لو حطيت فيها زيرو يبقى يعد من الكريستال. طبعا انا في الحلقه بتاعت النهارده هشغله كاونتر، فلازم يعد من اي 4، فبالتالي لازم البت دي احط فيها واحد. في حته مهمه بيقولك ان التايمر زيرو كلوك سورس البت دي الديفولت بتاعها واحد. خلي بالك ان القيمه دايما اللي بتبقى مكتوبه فوق الريجستر دي القيمه الديفولت، يعني القيمه الانيشال، يعني من غير ما انت تروح ناحيه الريجستر القيمه دي افتراضيه فيه، ديفولت فيها واحد. ديفولت فيها واحد معناها ايه؟ معناها ان التايمر هيعد من اي 4، يعني هو اوتوماتيك تايمر زيرو مظبوط ككاونتر من غير ما انت تعمل حاجه في الريجستر. هروح للبت الثانيه اسمها تايمر زيرو سيلكت ايدج. احنا قلنا ان الاشاره اللي جايه على اي 4 هتبقى متغيره، ممكن تتغير من زيرو لواحد وكمان تتغير من واحد لزيرو. يا ترى التايمر وقتها يعد مع الرايزنج ايدج ولا الفولينج ايدج؟ اللي بيتحكم في الموضوع ده في حاجه اسمها تايمر زيرو سيلكت ايدج. لو ظبطتها على واحد يعني السويتش يبقى لفوق، يبقى انا شغال مع الفولينج من واحد لزيرو. لو انا خليتها بزيرو يعني السويتش يبقى لتحت، يبقى انا شغال مع الرايزنج، يعني لما يتغير من زيرو لواحد. فبالتالي دي لما اخليها واحد يبقى انا شغال مع مين؟ مع هاي تو لو، دي اسمها الفولينج ايدج. لو انا خليتها زيرو يعني انا شغال مع الرايزنج ايدج، وبالتالي اي 4 ممكن تيجي عليها اشاره تتغير من زيرو لواحد تبقى اسمها رايزنج ايدج، او ممكن الاشاره تيجي تتغير من واحد لزيرو اسمها فولينج ايدج، او ممكن تيجي اشاره كامله زي ما انتم شايفين فيها الحافتين الرايزنج والفول. ده بيتوقف على الهاردوير طبعا. خلي بالك الديفولت عندي ان التايمر زيرو سيلكت ايدج دي فيها واحد، ديفولت واحد، دي معناها ديفولت واحد يعني شغاله ايه؟ هاي تو لو، يعني شغاله مع الفولينج، يبقى الديفولت شغاله فولينج ايدج. مع الفولينج ايدج عندي اي 4 اللي هي تايمر زيرو كلوك انبوت، فهنفترض عندي اشارتين جاي فولينج ايدج ورايزنج ايدج، وانا رحت كاتب في البرنامج التايمر زيرو سيلكت ايدج بواحد يبقى شغال فولينج ايدج. وقتها لو جت اشاره فولينج ايدج عندك التايمر اوتوماتيك هيزيد بمقدار واحد. لو جت اشاره رايزنج على اي 4 وانت في البرنامج ظبطه على واحد فولينج ايدج يبقى دي اكنه مش شايفها، يبقى تايمر زيرو مش هتتغير قيمته. طيب مع الرايزنج ايدج لو انا ظابط في البرنامج تايمر زيرو سيلكت ايدج بزيرو يبقى انا شغال كده رايزنج ايدج. لو جت من بره في الهاردوير على اي 4 رايزنج ايدج وقتها التايمر هيزيد بمقدار واحد. لو جات له فولينج ايدج يبقى دي مش هتغير من قيمته ولكنه شايف. بشيء اكثر من التفصيل، لو عندي مقاومه بول داون ريزيستور الطبيعي هيبقى زيرو داخل، لما انت تضغط هيروح داخل واحد، يبقى مع ضغطتك ايه اللي هيحصل؟ هيروح يتحول من زيرو لواحد. وقتها في البرنامج لو انت ظابط التي زيرو اس اي بزيرو يبقى وقتها مع الرايزنج ايدج دي التايمر هيزيد بمقدار واحد. لو انت رفعت ايدك من على سويتش او حررته هيحصل فولينج عندي، تتغير القيمه من واحد لزيرو، يبقى وقتها في البرنامج لو انت ظابط البت دي على واحد يبقى هو هيشتغل مع الفولينج ايدج. بتفرق معايا ايه؟ هل انت التايمر عايزه يعد في بدايه الضغطه؟ يبقى اظبط دي على زيرو في وضع الهاردوير بالشكل ده. لو انت عايز التايمر يزيد بمقدار واحد في نهايه الضغطه يبقى اظبط البت دي بواحد ولازم توصل الهاردوير بالشكل ده. طب لو انت موصل الهاردوير بول اب ريزيستور الديفولت بيبقى داخل واحد، لما تضغط هيروح داخل زيرو، ده في حاله الضغط على السويتش. لو انت في البرنامج ظابط البت دي على واحد يبقى انت شغال على الفولينج ايدج، يعني ما شغال مع بدايه ضغطتك على السويتش، والكلام ده ينطبق على الهاردوير اللي قدامك اللي هي البول اب مين ريزيستور. لما ترفع ايدك من على السويتش يتحول تاني من زيرو لواحد، يبقى وقتها تبقى دي ايه؟ رايزنج ايدج. لو انت في البرنامج ظابط البت دي على زيرو يبقى التايمر يعد مع نهايه الضغط او مع تحرير السويتش، بناء على الاثنين هاردوير اللي انا شرحتهم بول اب ولا بول داون ريزيستور. انت عايز التايمر يعد مع بدايه ضغطتك ولا نهايه الضغطه؟ ده يتوقف على حاجتين، على الهاردوير وعلى انت كاتب ايه في البرنامج. احنا قلنا البي اس اي دي بتتحكم في البريسكيلر عندي هيبقى التايمر زيرو ولا الواتش دوك تايمر. لو بي اس اي قيمتها بواحد يعني البريسكيلر هيبقى للواتش دوك تايمر، لو خليتها بزيرو يعني البريسكيلر هيبقى التايمر زيرو. لو البي اس اي خليتها التايمر زيرو يبقى في 3 بيتس هتتحكم في البريسكيلر ريت المقسم الترددي، يبقى دول هيتحكموا في مين؟ في البريسكيلر عندي. بناء على القيم دي لو حطيت بي اس 0 بي اس 1 بي اس 2 بالقيم اللي قدامك دي في الجدول
وقتها تايمر 0 هيشتغل بالريد ده، يعني لو حطيت 0 0 0 يشتغل بنسبه 1 ل2، لو حطيت 1 0 0 يشتغل بنسبه 1 ل4. خلي بالك هنا الديفولت عندي هنا 1، يعني الطبيعي ان البري سكيلر هيبقى شغال لي الواتش دوك تايمر. يبقى تاني هتبقى القيمه 1 الديفولت، يعني بري سكيلر عندي للواتش دوك تايمر بناء على الداتا شيت، ووقتها التايمر 0 هيعد بنسبه 1 ل1. يبقى انت لو التايمر 0 عايزه يعد بنسبه 1 ل1 هتخلي البي اس اي عندك بت ب1، او ممكن كمان ما تكتبهاش في البرنامج. ليه؟ لان هي الديفولت في الريجستر ب1 من غير ما انا اكتبها. لو انا عندي سويتش بالوضع ده على A4 عايز احسب تايمر 0 هيعد كام عده بناء على عدد ضغطاتي، فالمعادله اللي بتحكم الموضوع ده ان عدد العدات اللي جايه على A4 هيتقسم على البري سكيلر. جت من فين؟ ركز معايا كده، لو انت ظابط البري سكيلر بنسبه 1 ل1، يعني اي ضغطه تضغطها هنا تايمر 0 داخليا يزيد بمقدار 1، نغطي ضغطه يزيد 1. لكن البري سكيلر عندي لو انا ظابطه على تايمر 0، يعني البي اس اي مخليها ب 0 والبي اس 0 بي اس 1 بي اس 2 حطيتهم ب 3 زيروز، يعني التايمر هيشتغل بنسبه 1 ل2. ايه معنى الكلام ده؟ يعني كل ضغطتين على A4 وقتها تايمر 0 يزيد بمقدار 1، كل ضغطتين على A4 هيزيد التايمر بمقدار 1، يعني اضغط هنا ضغطتين تايمر 0 يبقى ب1، كمان ضغطتين هنا يبقى ب2، كمان ضغطتين يبقى ب3. يبقى هنا عدد الضغطات اللي بتبقى على A4 على البري سكيلر، احنا قلنا لما تضغط ضغطتين تايمر 0 بيزيد بمقدار 1، اكن اخدت القيمه دي وقسمتها على 2. طيب لو خليت البري سكيلر ب4 يبقى كل 4 ضغطات من هنا تايمر 0 يزيد بمقدار 1، يعني تضغط 4 يبقى ب1، تضغط كمان 4 ضغطات يبقى 2، 4 ضغطات كمان يبقى كام؟ 3. اكن عدد الضغطات اللي جايه من بره هقسمها على البري سكيلر اللي هو 4، فبالتالي 4 ضغطات على البري سكيلر ب4 يديك تايمر 0 قيمته 1 حاليا، 8 ضغطات على البري سكيلر ب4 وقتها يزيد بمقدار يبقى 2. يبقى تاني البي اس اي بت لو انت حاططها ب1 البري سكيلر هيبقى الواتش دوك تايمر، وتايمر 0 هيبقى شغال بنسبه 1 ل1. يبقى تايمر 0 هيساوي نفس عدد الضغطات اللي موجوده على A4. يبقى تاني البري سكيلر عندك اساينمنت لو خليته ب1 يبقى تايمر 0 هيشتغل بنسبه 1 ل1، يعني الضغطه هنا تزود تايمر 1 بمقدار 1 مباشره، مفيش بري سكيلر لان البري سكيلر هيبقى لمين؟ للواتش دوك تايمر. يبقى الواتش دوك تايمر هيشتغل على البري سكيلر ده، طبعا انا مش بفعله في البرنامج هنا. وقتها تايمر 0 هيساوي عدد الضغطات اللي على A4 مباشره. اما البي اس اي لو قلت يساوي 0 معناها ان انت فعلت البري سكيلر الخاص بتايمر 0، يبقى وقتها تايمر 0 بيساوي عدد الضغطات اللي على A4 مقسوم على بري سكيلر فاليو اللي موجوده في الجدول. طب لو انا عايز عدد الضغطات اللي موجوده على A4 بتساوي ايه؟ هتساوي تايمر 0 في البري سكيلر فاليو، هنشتغل على البري سكيلر 2، كل ضغطتين تايمر 0 هيزيد بمقدار 1، ضغطتين كمان هيزيد بمقدار 1 يبقى 2، ضغطتين كمان تايمر 0 يبقى ب3. طب هل قيمه التايمر 0 هي القيمه الفعليه لعدد الضغطات بره؟ لا طبعا. يبقى انا لو خدت قيمه تايمر 0 ضربتها في البري سكيلر هيديني عدد الضغطات الخارجيه، هضغط ضغطتين تايمر 0 يبقى ب1. طب تايمر 0 1 البري سكيلر انت شغال وقتها 2، اضربه في 2 يطلع لك عدد الضغطات الخارجيه بقت 2. يبقى المعادله دي لو انا عايز اعرف عدد الضغطات الخارجيه اللي انا ضغطتها. لو انا عايز من التايمر يحقق عدد معين، مثلا عندي ليد متوصله على بن في المايكرو كنترولر، عايز كل 5 ضغطات على A4 يشغل لي الليد دي، فوقتها ممكن اخلي تايمر 0 يبدا من 0 لغايه ما يوصل 5، اعمل تشيك هل التايمر وصل 5؟ لما يوصل 5 اعمل ايه؟ نور الليد. طب هتقولي يا باشمهندس ده من 0 ل 5 6، اقول لك لا، هو انيشال فيه 0، لما انت تضغط ضغطه يبقى 1، خلي بالك ضغطت ضغطه بقى 1، كمان ضغطه يبقى 2، كمان ضغطه يبقى 3، كمان ضغطه يبقى 4، كمان ضغطه يبقى 5، يبقى هتعد دول تلقاهم 5، يبقى تحط له انيشال ب 0، لما يوصل ل 5 يبقى دي 5 ضغطات. لو انا شغال بري سكيلر نسبه 1 ل1 خلي بالك الكلام ده، طبعا هنا الانيشال فاليو بتاع التايمر 0، خلي بالك هنا الفلاج مستمر معايا، يعني الفلاج هنا هيبقى ب 0 في جميع الاحوال، لما التايمر يوصل ل 255 برضه الفلاج ب 0، اول ما التايمر يحصل له اوفر فلو التايمر اوتوماتيك يقلب 0 والفلاج يبقى ب1، الكلام ده ينطبق على الكاونتر برضه. عدد الكلوكس اللي هي موجودة على A4 بتساوي تايمر 0 في البري سكيلر فاليو، يعني تايمر 0 ده القيمة اللي هو وصل لها هتقراها مباشرة، اضربها في البري سكيلر عندك يطلع لك عدد الضغطات اللي أنت ضغطتها على A4، أنت حملت تايمر 0 هنا ب 0 وقلت هستنى لما يوصل لخمسة وقتها نور الليد، خلي بالك إن في الحالة الأولانية كنت بعمل تشيك دايما على قيمة التايمر هل وصل لخمسة ولا لا، في حالة تانية إن بحمل التايمر بقيمة انيشال، بمعنى إيه؟ بحمله بقيمة انيشال وأخليه يوصل للأوفر فلو بحيث إن من الانيشال للأوفر فلو يديك عدد اللي انت عايزها، اول ما يوصل للاوفر فلو فعل الانتربت ادخل نفذ اللي انت عايزه جوه الانتربت، بمعنى انا عايز تايمر 0 كل 5 ضغطات ينور الليد على بن معينه في المايكرو كنترولر. احنا قلنا تايمر 0 هيبقى قيمته 255، كمان عدى يوصل لايه؟ للاوفر فلو،
وقتها هتبقى العدد النهائي يبقى كام؟ 256. يبقى النهائية اللي هيخش فيها البرنامج لدالة الانتربت ينور الليد لازم احمل التايمر بانيشال فاليو هتبقى كام؟ يبقى اول 256 ناقص الانيشال يساوي 5 ضغطات اللي انت عايز. ما انساش دي الانيشال فاليو عندي، وهيبقى الفلاج دايما بزيرو، الفلاج هيبقى بواحد في حاله ان التايمر بقى بزيرو. يبقى عدد الفلوكس بتساوي ايه؟ 2 اس 8 قلنا 256 ناقص الانيشال اضربها في البريسكيلر، طبعا انا هشتغل على البريسكيلر وليكن 1 لواحد، هتبقى 256 ناقص الانيشال اللي هي اكس هتساوي 5. يبقى الانيشال ده يبقى كام؟ 251. بمعنى حمل تايمر 0 ب 251 وسيبه يعد لغايه ما يوصل للاوفر فلو. اول ما يوصل للاوفر فلو في الحته دي معناها ان هو عدى 5 ضغطات، وقتها دخله جوه الانتربت نفذ الجزء اللي انت عايزه. اما الحاله الاولانيه كنت بحمل تايمر 0 بقيمه انيشال وابتدي اسال على التايمر في كل مره هل هو وصل لخمسه؟ اول ما يوصل لخمسه نفذ اللي انت عايزه. الحاله الاولانيه مش هستخدم انتربت، الحاله الثانيه استخدمت الانتربت. فبالتالي لو انت هتستخدم الانتربت ما تنساش تفعل الانيبل الخاص بتايمر زيرو، فلاج ده هيبقى اوتوماتيك بواحد لما يحصل اوفر فلو، وما تنساش تفعل الجلوبال معاك. فبالتالي في الكود عندي في داخل داله الفويد مين لازم اروح للاوبشن ريجستر بكتبه اسمه كده واحطه قدام الريجستر نفسه واكتب 0 بي. الواحد اللي على الشمال ده خاص بالبول اب ريزيستور، طبعا انا حاطط واحد عشان ما افعلهاش. الانتربت ايجي ده خاص ببي 0 انتربت، طبعا بحط 0 عشان انا مش محتاجها. لو انت محتاجها لازم تعرف انت عايز منها ايه، زي ما احنا شرحنا في الفيديو الخاص بي. تايمر 0 كلوك سورس بحطها واحد دايما ثابته مع الكاونتر. تايمر 0 سيلكت ايدج بتبقى واحد او 0 بناء على انت عايز ايه، فولينج ولا رايزنج، فانا سبتها لك اكس. البي اس اي لو انت عايز البري سكيلر يبقى التايمر 0 يبقى تحطها ب 0. وقتها لازم تختار القيم دي بناء على الجدول، حط القيم دي مش قيم عشوائيه، دي تتحط من الجدول بناء انت عايز بري سكيلر نسبه كام. او ممكن اكتب الاوبشن ريجستر بالشكل ده 0 بي واحد على الشمال 0 1 الاكس دي سبتها لك، البي اس اي اللي اتغير فوق عن تحت اللي هي البت دي اللي هي دي بدل 0 خليتها 1. اخلي هنا البي اس اي بواحد معناها ان تايمر 0 شغال بنسبه 1 لواحد، يعني اي ضغط على اي 4 تايمر 0 هيزيد بمقدار 1. طب القيم الباقيه دي حاططها لك اكس، يعني حط اي قيم عشوائيه مش هتفرق معايا، لان اوتوماتيك البي اس اي هنا بقي للواتش دوج تايمر، اما تايمر 0 هيعد بنسبه 1 لواحد وانا شغال على تايمر 0، فوقتها حط اي حاجه هنا مش هتفرق معانا. ما تنساش تحمل تايمر 0 بالانيشال فاليو، لو انت هتبدا من اكس حط له اكس، لو هبدا من 0 حط له الزيرو، ما تنساش حتى لو هتبدا من 0 تحط له 0. ابتدي اصفره في البدايه عشان ما يبقاش في قيمه من قبل كده. لو انت هتشتغل على الانتربت، لو انت هتستخدم الانتربت مع التايمر 0 ككاونتر، فما تنساش تفعل الجلوبال والانيبل وتكتب داله الانتربت فوق. بدل ما انا اكتب الاوبشن ريجستر وهيبقى عندي مشكله، طب البول اب دي افعلها ولا ما افعلهاش؟ انتربت اي جي دي اكتبها ايه؟ انا مش عارف بناء على المطالب الثانيه اللي محتاجها في البرنامج بتاعي. فانا عشان ما اتوهش نفسي انا هستخدم كل بت لوحدها. بمعنى تايمر 0 كلوك سورس دي انا احطها بواحد عشان يبقى تايمر 0 ككاونت. خلي بالك دي ممكن تكتبها في البرنامج او ما تكتبهاش، لو ما كتبتهاش برضه هيشتغل ككاونتر. ليه؟ لان هي الديفولت فيها واحد، فالديفولت ان هو شغال ككاونتر. اما التايمر 0 سيلكت ايدج اندر سكور بت لو حطيت فيها واحد يبقى انت شغال مع الفولينج ايدج، لو حطيت فيها 0 يبقى انت شغال مع الرايزنج ايدج. وقتها انا مش محتاج اعرف ترتيب البيتس في الريجستر، لان ترتيب البيتس في الريجستر هيبقى مهمه لو انا هشتغل مع الاوبشن ريجستر نفسه. لو انا هشتغل مع بت انا ما يهمنيش الترتيب، مش محتاج افتح الريجستر ده قدام. ما تنساش كمان لو انت عايز تشتغل على الفولينج ايدج ممكن الخطوه دي تكتبها في البرنامج وممكن ما تكتبهاش، مش هيفرق معاه لان هو الديفولت فيها واحد. هنروح للبي اس اي اندر سكور بت خليها بواحد، معناها تايمر 0 شغال بنسبه 1 لواحد. وقتها البي اس 0 والبي اس 1 بي اس 2 ما تكتبهمش في البرنامج، انا مش محتاجهم. يبقى دول مش محتاج ان انا اكتبهم في البرنامج، لكن لو انت هتتعامل مع الريجستر لازم تحط فيهم قيم حتى لو قيم عشوائيه. تمام، لو هتعامل مع البت اظبطها على واحد خلاص يكفي. يبقى معناه ان تايمر 0 شغال بنسبه 1 لواحد، مش محتاج اعرف البتس دي عندي في البرنامج خلاص. كمان الخطوه دي لو انت مش عايز تكتبها مفيش مشكله. ليه؟ لان هي الديفولت فيها واحد، يعني البي اس اي ديفولت شغال مع الواتش دوك تايمر، وتايمر 0 شغال بنسبه 1 لواحد، ده الديفولت بتاعه. فبالتالي الخطوه دي لو مش محتاج تكتبها في البرنامج ما تكتبهاش، لكن لو انت بتتعامل مع الريجستر كامله لازم تتكتب. او ممكن اكتب البي اس اي ب 0 لو انا هشتغل على البري سكيلر، التايمر 0 ده هخليه يشتغل على البري سكيلر عندي، وقتها مباشره لازم
احدد البري سكيلر عندي كام، وانا حاطط لك قيم اكس هنا عشان تختار القيم اللي انت عايزها بناء على الجدول، بناء على انت عايز ايه في المشروع بتاعك او في البرنامج بتاعك. اما لو انت عايز تدخل داله الانتربت، فداله الانتربت بعرفك الاتي: اسال على الفلاج الخاص بتايمر 0 او بيساوي سو 1، يبقى حصل انتربت من تايمر 0. ادخل جوه مباشره اصفر الفلاج واحمل تايمر 0 بالانيشال فاليو مره ثانيه، واكتب الكود الخاص بتايمر 0 انا عايز انفذ ايه. وكمان لو في انتربت ثاني من اي نوع بسال على الفلاج بتاعه، وقتها ادخل اصفر الفلاج الخاص بيه واكتب باقي الكود الخاص بالانتربت ده. وزي ما قلنا لازم احط الموضوع ده بين اف عشان ما يبقاش الموضوع سايح، مش اي انتربت يدخل يروح ينفذ له كله، لا، لما يحصل انتربت خاص بتايمر 0 يدخل ينفذ الجزء بتاعه هو، اما الباقي ده ما يجيش ناحيته. لو عندكم اي استفسارات سيبهولنا على هيئة التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش طبعا اللايك عشان تشجعونا نعمل فيديوهات تانية، وما تنسوش سبسكرايب عشان تشوفوا اي فيديو نرفعه على القناة، وشكرا جزيلا.